عزال سعود الله يحييه. وانا سعود علوش عنده سؤال، هو اعلامي شاب هناك يبغى يسال واحد متسابقين برنامج كاريزما سمو الامير عبد الله، شو اسمه سعود علوش، يبغى يسالك. شو بتسال يا سعود؟ اول شيء مرحبا بك، اللهم سلم، وشرفتنا ونورتنا، من هذا اليوم هو من ثالث ايام العيد عندنا، الله يسلمك، فكلنا مستانسين في جيتك، وجيتك هي اعطتنا شغف وفرحه زياده نكمل في البرنامج ولا قصور. ليه ناوي تطلع يعني؟ لا يعني عطانا بعتنا لا اقصد يعني الرتم يكون طايح، فمجال الامير فودنا في البث عشان يكون الرتم منطلق، دعم معنا. اي ترى انا ما اعرف ابرر، لكن ورحب الضيوف، مرحبا بكم اللهم اسرى باخواني المتسابقين ومشاهدينا الكرام كذلك. طال عمرك انت من متابعين برنامج كاريزما، وهل في شخصيات يعني انت من جمهورهم او من متابعينهم؟ والله شوف، انا ما تابع البرنامج اول باول بحكم الظروف والاشغال اللي عندي، لكن والله ما شاء الله برنامج جميل جدا للامانه، وانا من اليوم ان شاء الله طلبكم من اشد المتابعين، ما راح افوت شيء ان شاء الله. ان شاء الله عادوا بختار عادوا من اللي عاد ان شاء الله اللي رشح ترشح الفوز باذن الله. شكلنا بنحط الدرع وجائزه خاصه، جائزه ان شاء الله اهم شيء كلهم هلاليين ان شاء الله. بس الله يطول عمرك ان شاء الله. الله يطول عمرك امير، مو بتجاملهم، ترى نهايه البرنامج نستضيفك مره ثانيه طال عمرك وتعلمنا على التفاصيل. ابد خلني اتابع اجل الحين على عن كثب ان شاء الله، واجيكم اعطيكم الاخبار الزينه. اي الله وجهك، هذا اكبر دعم ترى، والله دعم للشباب. سعود علوش عنده سؤال ثاني، سؤال بس انه فضولي وفي نفس الوقت متحمس. ايوه جينا بالعيال، اخر واحد يعني. طال عمرك معليش، بس ابي اعرف يعني كم طولك؟ ما شاء الله تبارك الله. اطلع برا يا سعود، شو الاسئله الزينه؟ 195 ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. يعني هل ممكن نقول ان كره السله هي اقرب لك في الرياضات بحكم الطول؟ اكره لعبه، تخيل اكره لعبه؟ اي والله، انا في سالفه على طاري كره السله. عطنا. كنا في امريكا مع الوالد والوالده، الله يرحم الوالد ويحفظ الوالده، وكنت في لوس انجلوس، وكنت في مول اتمشى برجولي، كان عمري وقتها يمكن 15 16 سنه. ايوه. وكنت قاعد مع الوالد والوالده نتغدى في مطعم، قلت بقوم امشي شوي، ومشيت الا في واحد يطاردني يلحقني. أيوه. انا خفت يلحقني وانا توني عمري صغير، يعني قلت شو ذا يلحقني. رحت لابوي رجعت له، قال شو فيك رجعت؟ قلت يبا في واحد يلحقني وانا خايف منه. قال وينه؟ قلت هذا هو. قام ابوي الله يرحمه اغفره قام له، قال شو فيك تلحق ولدي؟ على طول ساله امريكي ساله ولد، قام كم طوله ولدك؟ ايوه. طبعا وقتها ما كنت 195، كنت يعني توني ما وصلت الطول. هذا قال طوله كذا، قال بنجيب عقده الان وبنوقع معه لاعب كره سله عندنا في النادي. عجيب. قال ابوي روح بس توكل على الله، ما عندنا عيال. بعدين بعد ما كبرت وفهمت السالفه انه الحين ما شاء الله الكره السله يوقعون بمبالغ طائله ومشهورين، رحت لابوي قلت له حرام عليك، كان يوقع كان احنا لاعب عالمي. نعم الله يرحمه. هل الطول، بما ان سعود فتح الميان احنا بالمون، هل الطول بالنسبه لك مبسوط عليه والا تحس انه يعني مسبب مضايقات؟ لا والله بالعكس، الله يسلمك. بعدين الله طول عز يعني مقوله نعرفها، دائما يسالوني انت ليش طويل يعني، فانا ما جبتها من احد غريب. الله يحفظك، ناصر بن عبد العزيز الله يرحمه واغفر له، جدي ناصر 190، والملك سعود جدي من الوالد الله يسلمك 210. لا اله الا الله، فما في شيء غريب الله يسلمك، ما في شيء غريب. الله يطول عمرك، ما شاء الله ما شاء الله، الله يطول عمرك ويحفظك يا رب. في باقي في لقافه ثانيه اسئله سعود؟ باقي في فضول عندك؟ حبيت اعلم فضولك عجب الامير، حبيت اعلم لو سلفني من طول المطول يمكن 170 اتوقع. نسلفك طول. طيب عبد الله عتيبي، اولا ارحب بالامير عبد الاله، وايضا ارحب بالضيوف الكرام.